نجحت الحملة اليوم في القبض على 53 من المتهمين، منهم على 53 صالح، 53 حتى هذه اللحظة، منهم أحمد حمود عويس المتهم بقتل مأمور قسم شرطة كرداسة، نعم، وسحل اثنين من الضباط، وأيضا علاء بهلول هذا الرجل الذي قام بتصوير وسحل النائب المأمور والضباط. أيضا تم القبض على السيد محمد عبد الحي محامي بالنقد، هذا الذي قام أيضا بتخطيط لاقتحام قسم كرداسة وإحراق القسم وقتل الضباط هناك، وكان يمتلك كشكا بجوار الجمعية الشرعية به بعض المتفجرات التي انطلقت وانفجرت في الهواء بمجرد احتراق هذا الكشك.